بعد التوترات الأخيرة بين الصين والفلبين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بحر الصين الجنوبي ليس متنزهاً للبلدان الواقعة خارج منطقته، وطالبت الصين الفلبين بسحب سفينة معطلة أوقفتها عمداً قبل عقدين في جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي الذي كان مصدر توتر في الأيام الماضية. واستدعت مانيلا سفير بكين غدا اتهام الفلبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه على زورقها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وأدان الجيش الفلبيني الاستخدام المفرط والهجومي لسفينة خفر السواحل الصينية لمدفع المياه لمنع زورق إمداد فلبيني من تسليم دفعة جديدة من القوات والطعام والمياه والوقود إلى منطقة المياه الضحلة التي تحتلها الفلبين في المياه المتنازع عليها. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهم الرئيسيون بما في ذلك أستراليا واليابان عن دعمهم للفلبين والقلق بشأن تصرفات السفينة الصينية. الرد الصيني جاء سريعا على لسان وزارة الدفاع التي أكدت أنها ستقوم بواجبها بحزم لحماية سيادتها البحرية، وشددت على أن الولايات المتحدة ليست طرفا في قضية بحر جنوب الصين ولا يحق لها فرض الإملاءات. وكانت المواجهة المتوترة السبت أحدث تصعيد في الصراعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي.